شارع مقابل شارع، صدامات وأعمال عنف وشغب ارتكبها اليمين المتطرف ضد المتظاهرين المناهضين للعنصرية. الإجراءات الأمنية التي وضعتها الشرطة لم تحل دون حصول صدام بين المتظاهرين ومن إطلاق هتافات عنصرية ضد الأفارقة والجمعيات اليسارية. أتظاهر من أجل رفع الصوت لإحقاق الحق والعدالة، فهذه التظاهرة هي لتوحيد الجهود في مواجهة العنصرية. أتهم الشرطة البريطانية لأنها سمحت لهؤلاء المتطرفين بالهجوم على تظاهرتنا السلمية. وقد نجحت الشرطة في إلغاء تظاهرة ضد العنصرية كان يتوقع أن تكون حاشدة بعدما نشرت الآلاف من عناصرها في وسط لندن، كما أعلنت عن حظر تجوال بعد الساعة 5 عصرا خشية حصول أعمال شغب وصدامات عرقية في الشارع البريطاني. لقد سئمنا من المؤسسة الحاكمة التي ترفض الاعتراف بوجود العنصرية، سئمنا أيضا من حججهم في عدم حصول المهاجرين على حقوقهم المشروعة. اليمين المتطرف حشد آلاف أنصاره في وسط لندن لحماية التماثيل، ولا سيما تمثال وينستون تشرشل الذي وضع في قفص حديدي خشية تعرضه للتشويه والتخريب من المتظاهرين. يحرص هؤلاء المتظاهرون المناهضون للعنصرية على عدم التعرض للشرطة ودحض كل ما يروجه بعض وسائل الإعلام بوسمهم بالمتطرفين، فالقضية برأيهم عادلة وهي الحصول على حقوقهم المشروعة في المساواة وإلغاء كافة التشريعات العنصرية في البلاد. مستصر لندن، الميادين.